البراري مدمر يبدو كنا في الكوليا. دابا حنا حرام علينا جابونا باعوا لنا التمر وحنا فقراء وهما هم كيبيعوا هندابا. واش هذا هذا حيت كيقول سيدنا في القانون سيدنا مستاذ الموظفين يديروا هاد الشيء هذا. ها تصور شنو مختي ها تصور ضد الولايه في المظاهره هلا بيتك. السلام عليكم، انا واحد مستفيد من كليه الودراسي 11 عام وحنا طالعين ولايين الولايه فهمت. لا كانت الاستفاده شفنا الناس ديال الارض الناس ديال الفلوس تجيبوا لواحد الطرف ديال الارض الناس ديال الفلوس محمد هشيل مشينا حنا معاها حنا عطاونا العافيه. المراه ماتت معانا هما عندنا الورق ديالها في الجريده الورق ديال المراه اللي ماتت اللي قتلوها حتى الدوله هما عندنا في الجريده فهمت. بقينا طالعين ولاينا اخوتي كان عندنا استفاده قلبوها لنا ب 10 قال حنا لا لينيتنا ما جينا نبيع 10 استفاده لا دخلوا لنا البنكة كنجبروا ب 10 اخوتي 20 مليون راه قوارات عليا راه في طهري انايا وعندي 7 الاولاد وعام وثلاث شهور ما درت فيها ضربه فهمت. واش ماذا اللي مسيطر الناس الفلوس المعمل مكري ب 10 ملايين في الشهر ما مدخل لا ما لا ضو اماندس كدس 100000 فرنك في الشهر. هضرنا على المشكل اللي وقع لكم هنايا. المشكل وقع لنا هنايا حاشاكم اخوتي انتم كتشوفوا شنو وقع الاخرى خرج علينا مشينا تبرينا على مول العمارات ما داها فينا حتى واحد كتبت الشكايه للكاتب العام قلت له ما كيدخل عليا انا حاسب الاول العين ما فهمت ما حاسبتش المصيبه هذا ما داهاش فيا قطع عليا مره كاتب العام راه بس الشكايه راه ما عندي تماي وما عندي التوصيله ديالهم هنايا ما خليت كيفاش نعمل. دابا هاد خيتي سوق الاربع كانت معانا باعت الاراضي تماياك فهاد البلاصه اللي كانت تماياك راه واحد خلا كنا بارتفاع كتجي تلصق فينا هنايا وحنا بين وينم راه التاكسي يا اخوتي انا في العماره بي واحد هما ثلاثه تقربوا من عندنا كتبغي تخدم عليا 15000 في الشهر انا تيهالا رحمه العافيه وقنبر هما اللي كيبغي يدخلوا وحنا خيتو راه ما كانوش عندنا الناس هذا ما كان عندنا الرحيوي اسلام فلاد والفرجالي فهمتي حنا في اخر ساعه عملنا الناس هذا الدوله قالت لنا المسؤولين ديالها قالوا لنا عملوا الرجال لا قرروا لنا ندو استيفا. المشكل اللي عندكم هنا المشكل اللي كان عندنا هذا الماء خرج علينا بخرير ومطرطقين علينا مشيت عند الخان اللي مكلف ست مرات وانا ماشي ماشي عنده في اخر ساعه قال لي مشوا عند القائد شكاية القائد عندي هنايا ما دا فينا حتى شي واحد البيبان داوها لنا حتى البيبان ما عملوها لناش عطاونا 300000 فرنك البيبان انا خصني 4 بيبان عندو القانون 4 بيبان هذا دابا شي شهر شي شهر النهار اللي جينا دابا شهر وانا هنايا وصلت عندهم ما نقول من ما كيدخل عليا وكذا ما دا فيا حتى واحد عندي شكايه هذا الشيء هذا فهمتي وحرافات اللي معاه وتطلب ديالنا شوفوا لنا الصلاحيه هذا الاخر اللي خرج لنا اول مره ولادي انا 7 ولادي راه ما يضيعوا فهمتي ولادي راه الحساسيه كتدخل عليهم حتى للدار فهمتي ما خصناش يخلي ولادي نقدونا نقدونا من العافيه راه حنا كنموتوا اخوت راه حنا بشر وانا الراي اللي ميتحمي شي ميتحمي شي تحمي ولا ولاده راه مشي راه يا اخوت حشاوه بالله وانا نجبر كيفاش نخاوي من هنايا انا ولادي عندي 7 الاولاد ونجبر شي واحد يقطعنا بحار والله ما نقول مغربي لا جبرت فيها الحكمه بزاف مسؤولين ما كيحكموش بالحق كيحكموا على الفلوس اللي عنده الدرهم انا خيتي هادي يا مولات تصدق اللي كانت تتحكم عليا كانت تدور لنا بنادم فلوس كانت على الله دابا كتوريهم التيك كتقول لهم انا شوف شحال عندي من طهركم الحوالة كتقول لهم فهمت كتبغي تفرض علي انا 15000 وانا عام وثلاث شهور ما درت فيها ضربه الدوله راه حرفة البنكه باقي ما عطيتها حتى درهم فهمت راه 20 مليون في طرف البنكه حنا كان عندنا استفاده دابا بالاستفاده هذه واش الاستفاده كتكون ب 20 مليون ما عطاونا مليون حنا نهار كورونا جائحة العالم موقف وحنا فرضوا لنا مليون دفرنك نهار جائحة فرضوا لنا مليون دفرنك مليون 150 ألف فرنك صح قال لك فيها الوراق فيها كواغط فيها كل شيء آخر ساعة قال لك لا عندك هذه التسبقية فهمتي حنا كان عندنا السكن اجتماعي جبرنا اقتصادي تفاهمنا اجتماعي لا جينا انا كنجبر اقتصادي فهمت وحسبي الله ونعم الوكيل اخوتي والله يخذ الحق والدعوه بهم لله ورحنا ضايعين اخوتي احمونا الله يرحم والديكم احمونا اساس الله يجازيكم بخير رحنا في اولادكم وحسبونا كما بغيتوا رانا 7 الاولاد كيموتوا 7 الاولاد كيموتوا اخوتي ما خدام ما ردب وغيجيبوا لنا السكن واش السكن هادشي اللي كان من عند سيدنا عايجبني كيعرفني سيدنا لا ما خدامش وعايجبني هنا حسها بالله
حنا المسؤولين ديالنا راهم غنبقوا علينا، ما كان عندنا استفادة أرضية. عاش الملك، عاش محمد السادس. احنا شي ناس كيقولوا لنا إذا هضرتوا هيدا عند الصحافة ربما كنا زعما نخرجكم منا، ومالو لا خرجني منا عيط قضى بعمري ولا؟ أنا 50 سنة وأنا في طنجة بالكيرة، ملي كنت صغير وحنا كارين، وللدرج الوراثة داوها مواليها حنا بقينا كارين، عملنا ولادنا كارين. وعايزو يخرجوك من العمارة، واش خرجني تا من الكرة العرضية كاع؟ أعطيني حقي. واش ما تعطينيش حقي؟ انا عندي استفاده، اعطيني استفاده. ما تجيش انت الى واحد مدينه اخرى وتنصب لي على الاستفاده ديالي هنايا. كتبتي لي الاستفاده في الاخر، كتبتي سطرت عليا البيع وانا فقير ما عندي شيء. انا كنشكي على سيدنا، سيدنا الاسره العلويه، تشوف الحال ديال المواطنين، هاد المغاربه اللي شنو وقع لهم ساكن. لان اللي ساقوا بنا القافله باعوا شراو فينا، واللي عندهم النيابة قانونية جراو عليهم، قالوا لهم انتم كتجمعوا لنا الجوقة في باب الولاية وجراو عليهم ودخلوا الناس بدون بدون نيابة. لما تدافعوا خرجوا عندنا في البيع، خرجوا عندنا في البيع، ما خرجوا عندنا في في الاستفادة. كان عندنا اجتماع رجعوا. وفي الوراق مكتوب لنا اجتماعي من 60 70 متر، هما عاطينا فيها 40 متر وخلصوا بارك الله فيك 21 مليون. 46 مليون وخلصوا لنا 21 مليون ما عادش يبالوا. انا على الاقل مره اضعف ايمان يخرجونا من البنوك دلانتيريس نخلصوا واحد البركه في الماليه، ما فوتوش السلم لاين. هاد السكن بحال هيدا داواه في المكناس وفي القنيطره وفي قريب كاملين داواه بسته سبعه في العريش، داواه بسبعه. حنا ما نقدروش نخلصوا هادشي هذا، حنا كان عندنا استفاده ديالنا، سيدنا يدخلنا في القضيه الاستفاده. بغاو العماره ديالهم يعطيونا الارض ديالنا، هاكجور هاد الوقت ديالو، هاد القفوز هاد الحمام عندي انا، ماشي السكنه. جزاك الله خيرا. المشكل اللي وقع هنا، حنا راه ساكنين في الخطر، حنا ما كيجيناش النعاس بالليل. ها هو ها هو الجريان ديالي، ها نطيح تطلع السراج معاهم هذاك السيادي. حنا الخطر خارج علينا من الواد الحار، لا تريد الواد الحار خارج علينا، والارض فيها المرشه، هذه الارض كتمرشه كيخرج منها حتى الماء ضد الارض، مياه العادمه والمياه الاخرى. ها الحيوط كلشي مقشر بالبروده، ها كتشوفها الربع الربع لابس بالحيوط. دابا حنا يشوفوا الحال ديالنا، اما يجي صلاح يشوف هذه الاوضاع ديال السياده، ولما يصلاح حنا مستعدين الى الرباط عند السيد اليعقوبي، هو اللي عارف الماسير ديالنا وشبر الملف ديالنا. اول مره هو اللي صنفنا للاستفاده، ملي مشى بحالو هادو اللي هنايا لعبوا لنا بها، لعبوا لنا بالاستفاده ديالنا. اما السيد اليعقوبي هو ياك سيد السلطه، كان من الحسيمة الى العرائش، هو يشهد علينا جزاه الله خيرا بان شبر الملف ديالنا وكتمنا بان استفاده. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.